السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. أهلا بيكم. الحلقة بتاعت يوم الخميس كنت بتكلم عن هل أطمع في رحمة ربنا ومغفرة ربنا، لأن أنا الهدف إن إحنا عايزين نخش رمضان أبيض. بصوا، إحنا في صراع، علشان أوصل معاك للثمرة لازم نتظبط وننضف ونبقى بيض كده وإحنا داخلين رمضان، فمش عايزين نخش فيه مشكلة. فكنت بتكلم إنه في حلقة كده الأسبوع اللي فات كلمت عن الإصرار على الذنب، اللي هي حلقة الأربع اللي كانت زي النهاردة، كلمت عن الإصرار على الذنب. وبعدين حلقة الخميس دخلت في المغفرة وأسباب المغفرة. بس قبل ما أشرح أسباب المغفرة، لأنه لسه هشرح بقى الحلقة اللي جاية معاكم أسباب المغفرة، اتكلمت عن إزاي المغفرة دي جميلة قوي، وإزاي ربنا غفار. فاللي بيؤكد مغفرة ربنا للذنوب حاجات كثيرة جدا. من الحاجات اللي إحنا ما ذكرناهاش الحلقة اللي فاتت، إن ربنا حجب التوبة والمغفرة عن أصحاب البدع، ودي قد تكون غريبة شوية. التوبة مش لأهل البدع، اللي مصر وفاضل على حاله ملوش توبة ده، إنما مين اللي له توبة؟ اللي ما يصرش على هذا الأمر. ربنا سبحانه، يعني الحديث بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، يا رب اجعلنا على السنة، يا رب اجعلنا على طريق السنة وفي طريق سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فيبقى التوبة مقفولة عن أهل البدعة، فخلي بالكوا وخلي بالك من الحتة دي. المغفرة عشان هي حاجة عظيمة جدا، أصحاب الأنبياء بيطلبوها من ربنا. ياه، يعني أصحاب الأنبياء بيطلبوا من ربنا المغفرة؟ أيوة. شوفوا ربنا يقول إيه: وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا. أدي أصحاب الرسل، أدي أتباع الأنبياء بيطلبوا المغفرة. ده بيقول لنا إنه المغفرة دي حاجة عظيمة جدا. شوف ربنا يقول إيه: إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أول حاجة بيطلبوها من ربنا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا. بيطلبوا إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم الذنوب. فشوفوا لما يكونوا أتباع الرسل والأنبياء بيطلبوا المغفرة من ربنا. إحنا قبل ما نخش رمضان كلنا لازم ندخل رمضان وإحنا متذللين لربنا: اغفر لنا ذنوبنا، اغفر، ملناش حد إلا أنت، مهما ارتكبنا مهما وقعنا في الذنوب والمعاصي لنا مين نروح له؟ ملناش حد إلا أنت. فإذا كان أتباع الرسل
اللي تحملوا المشاق والمتاعب مع الرسل بيطلبوا من ربنا المغفرة. فاحنا أخبرنا إيه؟ فمن العلامات اللي بتشير إلى عظم المغفرة إن أتباع الرسل بيطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى. دولم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. أدى أتباع الرسل. شوفوا سيدنا موسى تخصيص بقى هو ده أتباع رسل وأنبياء. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، أتباع كثير جدا. سيدنا موسى بقى تخصيصه بقى عشان إشارة مباشرة للحتة اللي احنا بنتكلم فيها. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. شفتوا بعد الغلط اللي حصل صحيوا من النوم، ايه ده؟ احنا ايه اللي خلانا نمشي ورا السامري في عبادة العجل؟ لا 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 لا، لو احنا ما رجعناش لربنا، لو ربنا ما رحمناش وما غفر لناش، احنا هنكون من الخاسرين. احنا كمان لازم نتعلم ده، لازم اعلمكم ده. اتباع سيدنا موسى لما مشوا ورا السامري وعبدوا العجل صحيوا في لحظة، ايه ده؟ ايه اللي احنا عملنا؟ ايه الغلط اللي احنا وقعنا فيه ده؟ هو انا كان دماغي فين؟ معقول للدرجة دي عقلي وقلبي كانوا مغيبين لدرجة ان انا اقع في المعصية دي؟ كانش ينفع اقع. طب انا وقعت ازاي؟ طب انا وقعت، طب الحل ايه؟ يا رب لو انت ما رحمتنيش وما غفرتش ليا انا هكون خاسر، هخسر، انا ماليش حد الا انت. طب هروح فين؟ طب باب مين مفتوح وانا اروح له؟ انا ماليش الا بابك انت، وبابك هو الباب المفتوح اللي لا يغلق في وجه أحد أبدا. إذا كانوا دول يا رب عبدوا العجل وصحيوا من النوم وصحيوا من الغفلة، ففيه فينا ناس أخطأت يا رب، أيا كان الخطأ يا رب أنت رحيم ستير وغفار وكريم جواد وحليم، وبابك ما بيتقفلش في وجه حد. احنا قبل رمضان راجعين نقول لك احنا اسفين، لو انت ما رحمتناش مين هيرحمنا؟ لو انت ما نظرتش نظرة رحمة لنا ورحمت ضعفنا ملناش حد، هنخسر في الدنيا وفي الآخرة. علشان كده احنا راجعين نقول لك نفس الدعاء اللي هم قالوه، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. عشان كده احنا راجعين لك النهارده نقول لك نفس الكلام ونفس الدعاء، وبنطلب منك نفس الطلب، ارحمنا واغفر لنا، لأنه إحنا أضعف الخلق، وإنت يا رب أعلم بكده. شوفوا قد إيه الرحمة، وأتباع الرسل بيطلبوا الرحمة والمغفرة من ربنا. أيضا
من الحاجات اللي بتقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيبين عظم شأن المغفرة المهاجرين اللي سابوا الدنيا كلها وسابوا الفلوس والدور وسابوا البلد اللي بيحبوها، سابوا مكة. ربنا بيقول في شأن المهاجرين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى الرسل دول وكل الرسل أتبعهم بيطلبوا من ربنا يغفر لهم. يا سلام، حتى المهاجرين مع سيدنا النبي. يبقى أنا جبت وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، جبت أتباع سيدنا موسى، جبت أتباع سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بعديها أتباع سيدنا إبراهيم والذين معه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة. العداوة دي في إيه؟ ده العداوة دي في التوحيد. هنعبد أصنام؟ كان سيدنا إبراهيم يتدرج معاهم، يمشي معاهم. ما بتعبدوا إيه؟ نجوم؟ أنا ربنا بتاعي ما بيغيبش خالص. يقول له: ها، النجوم بتيجي بالليل، بتظهر بالليل. طب القمر ده بيجي كم مرة، كم يوم في الشهر؟ طب الشمس بتيجي بالنهار بس. ها، فيبقى فيه: أنت بتهد الأصنام بتاعتنا ليه؟ قال: معقول؟ طب روحوا اسألوه. هدي العداوة بتاعت سيدنا إبراهيم إيه؟ اسألوهم، يلا روح اسألوهم، هيردوا عليكم. لو سألتوهم ورد عليكم أنا اللي أنتوا عايزينه أنا هعمله لكم. فطلعوا جاري، قالوا: خلاص إحنا نروح نسألهم. فجأة: أنتوا مجانين، أنتوا هتروحوا تسألوا أصنام؟ طب مش العقل بقى هنا يفكر: إيه والله، طب أنتوا هتعبدوا أصنام ما بتتكلمش؟ يعني بالراحة كده. شوفوا بقى لما هم أظهروا العداوة بقى بعديها: وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. شوفوا طلبوا من ربنا إيه؟ المغفرة. شوفوا أتباع سيدنا إبراهيم، أتباع سيدنا إبراهيم اللي شافوا العذاب بعينيهم، طلبوا من ربنا المغفرة. الشهداء هم كمان بيطلبوا من ربنا المغفرة. شفتوا عظيم الشهيد ومكانة الشهيد وعظمة مكانة الشهيد؟ يا رب، احنا حتى في دعائنا بنقول ايه؟ اللهم إنا ندعوك أن نكون في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء. شوفوا عظمة المكانة بتاعت الشهداء. الشهداء دول بقى بيطلبوا من ربنا المغفرة.
يعني احنا بنطلب يا رب نكون مع الشهداء في الجنة. الشهيد ده بقى اللي احنا بنقول يا رب احنا عايزين نكون معاه، بيطلب من ربنا المغفرة. شفتوا عظيم مكانة المغفرة؟ خش رمضان بقلب جامد. عشان كده بكلمك عن المغفرة وأسباب المغفرة، والحلقة اللي جاية هتسمع بقى ربنا يغفر لك ازاي، ربنا يغفر لك ازاي، تعمل ايه، 1+1=2، مقدمات ونتائج ربنا يغفر لك ازاي. بس شوف لما يبقى الشهيد اللي انت بتدعي ربنا، انت بتدعي ربنا اصلا تكوني مع الشهداء في الجنة، فالشهيد ده بيطلب من ربنا المغفرة. شوفوا بقى الشهيد بقى سحرة فرعون، السحرة اللي فرعون جابه. ما هو فرعون لما راح للحكومة بتاعته، وفرعون ناسي نفسه خالص، وراح طلع قال يا فرعون ده انت بتخش الحمام بتاكل زيك زي البشر، يبقى انت ربنا ازاي؟ ففرعون جاب الحكومه بتاعته، اعمل ايه؟ قالوا هات السحر، هات السحر عشان نرد سحر موسى ده عليه السلام. يا سلام. ها ماشي، اعقد بقى المناظره يا عم. يلا ادي السحره، هم امهر الناس في السحر، سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هترموا ولا ارمي انا الاول؟ قالوا لا احنا الاول، احنا اللي نرمي الاول. فرموا الحبال بتاعتهم، سحروا اعين الناس. يخيل للناظر ان الحبال دي بقى التعابين. ارمي بقى انت يا موسى عليه السلام. سلام، يا سلام، لان السحر عارفين ان ده مش شغل سحر. فراح رامي العصايه بتاعته، فتحولت العصايه الى افعى، كلت كل الحبال اللي موجوده. وهنا السحره بصموا لسيدنا موسى، قالوا بس ده مش ده بقى، اصل احنا دافنينه سوا، السحره مع بعض فاهمين اللعبه فيها ايه. اول حاجه عملوها السحره راحوا بس اشهدوا ان لا اله الا وانك يا موسى رسول الله، انت يا فرعون مش اله، ده انا جايبكم تنصروني. فينقلب السحر على الساحر، وتبقى كارثه وفرعون يقع فيها. ايه اللي يحصل؟ السحره دول بقى امنوا بالله، لان هم شافوا ان ده مش سحر، دي قوه خارقه فعلا. الرسول ده متصل بالسماء، سيدنا موسى عليه السلام. قالوا ايه؟ قاموا رايحين واقفين كده، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر. يا سلام يا سلام، كده لو ساحر بيسمعني وعايز يخش رمضان ويتوب لربنا، يا سلام. يا أختي اللي بتقري الفنجان، الله يسترك ويبصرك بالحق ويرجعك عن الباطل اللي انت بتعمليه. والله العظيم أنا خايف عليكم، والله خايف عليكم من عقاب ربنا. السحرة اللي سحروا أعين الناس، اللي فعلا كانوا أساتذة في السحر في زمن فرعون، وكانوا بياخدوا من فرعون الفلوس اللي عايزينها كلها، بس وطدوا ملكي وهزموا موسى ده عليه السلام، راحوا راجعين لربنا، آمنا بربنا، آمنا بربنا ليه؟ ليغفر لنا خطايانا. يا سلام يا سلام على كل ساحر دلوقتي عايز يتوب، يا سلام على اللي بتقرا الفنجان وبتقرا الكف وعايزه تتوب، ده الوقت اللي نتوب فيه لربنا. شوفوا السحر قالوا ايه؟ اتباع سيدنا موسى، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. شفتوا الجمال والروعة والدقة والتوبة وسؤال المغفرة؟ حتى دول أو ربنا قبلهم، ما طردهمش، ما قالهمش مش هتوب عليكم،
لا، ده التوبة دخلت في أعماق قلوبهم لدرجة إن فرعون توعدهم: هقطع إيديكم ورجليكم، هربطكم، هوقفكم في الشمس، هعملكم عبرة. قالوا له اعمل اللي أنت عايز تعمله، خلاص خلاص إحنا تذوقنا طعم الإيمان، عرفنا يعني إيه طريق الطهارة، يعني إيه رجس المعصية. ياه، للدرجات المعصية لما عرفوا الحق المعصية هانت عليهم خالص، لدرجة إن هم يدوسوا عليها برجليهم، لدرجة إن فرعون يكتفهم ويقطع إيديهم، ها مد إيدك يلا، ويقطع بالسيف بالسكينة، يجيب السطور ويقطع في إيديهم ولا يرجعوا. اعمل انت عايز تعمله. يصبحوا شهداء، شهداء آمنوا بالله عز وجل، وفرعون قتلهم ومع ذلك يقولوا لا اقتلنا بس ربنا يغفر لنا. يا قبح السحر وقبح وجرم المصيبة دي. يا سلام يا سلام، بتجيلك تقول لك اعمل لي حجاب عشان الراجل يحبني، اعمل لي حجاب عشان اقلب كيان الولد ده ولا البنت دي، عشان اوقف حال فلان، وانت تجري وفرحان بالقروش اللي بتاخدها. طب توب لربك وارجع له، لو تبت لربك هيقبلك. شفت احلى من كده؟ في اجمل من كده؟ اوعي تروح تقول لاصحابك هات الفنجان يا بنت الحلال لما اقرا لك الفنجان. يا الله اكبر، علم الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علم الغيب كافر بالله عز وجل. دول شهداء سألوا ربنا. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. احنا طمعانين ربنا يغفر لنا ان احنا من اول الناس اللي امنوا به وكفرنا بيك يا فرعون. اولي الالباب والمتهجدين بيسالوا ربنا المغفره. شفتوا المغفره عظيمه ازاي؟ يا سلام يا سلام، لو احنا دخلنا رمضان وانا اتظبطت كده ومعليش حاجه. السنة اللي فاتت أنا كنت بتكلم على إنه يلا عايزين نغسل في رمضان، لا غلط، أنا عايز نخش رمضان وإحنا مغسولين. أنا عايز في شهر شعبان ده ربنا يطلع عليا دلوقتي والأعمال بتترفع كده، أنا عايز أبقى حاجة تانية، أنا عايز أفوز، أنا عايز أنجح، أنا عايز أحط إيدي على المشكلة وأعالجها، أنا عايز أصلح دلوقتي، عايزه يغفر لي في شعبان، مش عايز أخش رمضان وأنا شايل. أنا عايز أخش وأنا خفيف وأنا بجري، ما عليش حاجة، ما فيش معصية ربطاني، ما فيش شبهة موقعاني، ما فيش شهوة عصتني في الأرض وجابتني أرضا. عايز أجري، عايز أطلب منه إن هو في الأيام اللي بتتعرض فيها الأعمال على ربنا يبقى أعمالي حلوة بيضة، اسمي بيتقال في مجلس بتحضره الملائكة، أعمالي بتتعرض على ربنا دلوقتي. يا رب استر علينا، يا رب يا رب اغفر لنا يا رب جميعا يا رب. أولي الألباب والمتهجدين، الألباب يعني أولي الألباب يعني أولي العقول، الناس العقلة، الناس المتهجدة بالليل لهم طلب واحد. اسمعوا الآيات دي: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آدي أهل العقل وأهل التهجد وأهل القيام وأهل الاستغفار بيطلبوا من الغفار إنه يغفر لهم. سمعوا أوامر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيطلبوا من ربنا المغفرة. شفتوا قد إيه المغفرة عظيمة؟ ربنا بيقول الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الناس اللي بتصحى في وقت السحر في التلت الأخير من الليل يا رب اغفر لنا يا رب يا رب اغفر لنا يا رب يا رب اغفر لنا يا رب الاجتهاد. أنا عايز في اليوم 1000 استغفار 2000 5 10 20 100 ألف. عايز أخش على رمضان أبيض، عايز أخش نقي، عايز أخش سريع، عايز أخش أجري بأقصى سرعة في شهر رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم يا رب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بيسأل الله المغفرة حتى في قيام الليل. من عظيم شأن المغفرة إن أي حد يكذب بالمغفرة شفاعته لا تقبل، لا تقبل شفاعته. أي حد مكذب بالمغفرة ربنا ما يقبلوش شفاعة، ربنا ما يقبلش شفاعة النبي فيه عليه الصلاة والسلام ولا يقبل شفاعته في حد. يعني ربنا ما يقبلش شفاعة أي حد مكذب بالمغفرة في أي حد. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن اللعانين، أيوة خلي بالك خلي بالك يا بنت الحلال، اللعانين يعني كل كلمة لعن، كل كلمة سب، كل كلمة شتم. إن اللعانين مالهم؟ إن اللعانين لا يكونون شهداء يوم القيامة ولا شفعاء. إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فاللعن دعاء بالطرد من رحمة الله. لعن الذين كفروا، طرد الذين كفروا. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. استغفر الله استغفر الله. يبقى ده مكذب بالشفاعة، فعلشان كده الشفاعة اللي يكذب بيها ملوش مغفرة عند ربنا. اللهم شفع فينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واربط على لسانك واربطي على لسانك إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إيه رأيكم ناخد فاصل
وبعدين أرجع بعد الفاصل أكمل معاكم إن شاء الله عظم وقدر الشفاعة علشان كلنا كلنا نخش على رمضان ونمشي بأقصى سرعة في طريق مغفرة ربنا ورحمة ربنا. فاصل وأرجع أكمل معاكم، خليكم معايا. السلام عليكم ورحمة الله. من عظم قدر المغفرة إنه شعار أهل السنة والجماعة إنه المغفرة هم يصدقون بها، فتلاقي أهل السنة والجماعة مصدقين بالمغفرة، ده شعارهم. أيوة أيوة، إحنا بصوا، أنا مش عايز نضحك على بعض، في ناس منحرفين بيقولوا إن اللي يقع في الكبيرة ده خلاص يحكموا عليه بالنار. لا لا لا، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لو في حد بيسمعني يقول لك هو أنت تقصد إن أنت تفتح الباب للناس تعمل كبيرة؟ لا والله أبدا. مين قال كده؟ أبدا. أنا أقصد إن أنا أفتح الباب للي وقع في كبيرة يرجع لربنا، هيتوب عليك. أنا ثقتي في الله كده. طب لو فينا حد يا شيخ بيسمع وبيتحرجم، عايز يقع كده بيخبط، هقول له لو وقعت هو أنت تضمن إن أنت تعيش لحد ما تتوب ويقبل منك؟ ها؟ لا، مش ضامن. أنا آسف، أنا مش متعود إن أنا أقول حاجات مش كويسة، بس وأنا بقرأ في الأخبار كده لقيت واحد، ده مش النهاردة يعني، من فترة كده كان بيعمل حاجة غلط مع حد ثاني، وهما الاتنين ماتوا بعد ما عملوا الحرام، ماتوا عرايا هما الاتنين. ها؟ طب لو نزل لك ملك الموت، الاتنين اللي ماتوا دول يعني راجل كان مع ست والاتنين عملوا حاجة غلط، وبعدين كان في حاجة كده كانوا مولعين حتة خشبة جنبيهم، فالساقعة بيتدفوا على حتة الخشب فناموا فماتوا وهم عراي. ها؟ طب لو نزل لك ملك الموت هتقول له طب عشان خاطري؟ مفيش عشان خاطري. لو نزل لك دلوقتي خد روحك خطفها خلصت وانت كده، ويبعث المرء على ما مات عليه، ها هتعمل ايه؟ انت قصدك ايه؟ انا قصدي اقول لك انه ما تتحرجمش، سيبها شمال، سيب المعصيه دي، خاصم المعصيه، ما هو انت ممكن تقع وما تلاقيش مفر ترجع، مش هتعرف ترجع. طب هترجع ازاي؟ يبقى مفيش طريق للرجوع، لانه خلاص انت وصلت لمرحله ما فيهاش، دي محطه مش هتقدر التراجع فيها مش هينفع، مش هينفع التراجع فيها ولا لحظه. طب انت حصل فلت قبل كده، اتحرجمت قبل كده ووقعت او وقعتي، طب الحل نصلح دلوقتي، يعني اعمل ايه؟ يعني اتوب، اتذلل بقى له، انا اسف، انا اسفه، غلط، استرني، توب عليا، اغفر لي، وهكذا. فيبقى شعار اهل السنه والجماعه التصديق بالمغفره، ده شعار اهل السنه والجماعه. اما غيرنا بيقول لك لا، ده مرتكب الكبيرة مخلد في النار، وده غير صحيح وخطأ. من الأمور المهمة جدا إنه المغفرة
التي نحتاج إليها جميعا. احنا قلنا ان شعار أهل السنة والجماعة المغفرة، التصديق بيها، ده شعار أهل السنة والجماعة. مثلا خد حتة صغيرة، مثلا في شرح الطحاوية يقول ايه: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، يعني حتى أهل الكبائر في النار مش مخلدين، لكن الخوارج تقول بتكفيرهم. الخوارج بيقولوا إن مرتكب الكبيرة كافر، ده كلام الخوارج مش كلام أهل السنة. فالخوارج والمعتزلة يقولون بخروج مرتكب الكبيرة من الإيمان، هم بيقولوا هم ما دخلوش الكفر بس هم خرجوا من الإيمان، بل هم لهم منزلة بين منزلتين. والمعتزلة بيقولوا إنه الوعيد والمنزلة بين المنزلتين، وبيقولوا أما الوعيد فقالوا إذا وعد الله عز وجل بعض عبيده وعيدا فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف وعده أو وعيده، لأنه لا يخلف الميعاد. هم بيفسروا وبيقولوا إنه مرتكب الكبيرة بيعذب ومخلد في النار وخرج عن الإيمان، وحتى لو لم يدخل الكفر لكنه خرج عن الإيمان، فهم بيدخلوا الناس النار بهذا الكلام، ده فهمهم يعني. فخلي بالكم من الجزئية دي. آخر حتة بنشرحها في عظم قدر المغفرة، إن المغفرة دي شغل الصالحين، يعني المغفرة الناس الصالحين بعد كل طاعة بيقعدوا يستغفروا ربنا. شفتوا جمال أجمل من كده؟ يعملوا كل طاعة، صلى ويستغفر ربنا، صلت في كل حين في كل وقت. وأرباب العزائم، ده كلام سيدنا ابن القيم رحمه الله، يقول أرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقب الطاعات أو عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام لله بها كما يليق بجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده سبحانه وتعالى. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. أدي مغفرة هي. قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، أهل الإيمان بيستغفروا ربنا، ده شعار الصالحين في كل وقت، بعد كل عبادة، بعد كل صلاة، في الثلث الأخير من الليل استغفار لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: لأحب الخلق إليه وأعظم الخلق على الإطلاق سيدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفر، يعني يا رب انت كمان بتطلب من سيدنا النبي. ده شعار المغفرة دي، شعار اهو لأهل الإيمان، لأهل الصلاح، لأهل التقوى، لأهل البركة، لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تبلغ الرسالة. إذا جاء نصر الله والفتح، ربنا ينصرك ويفتح لك مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أعداد مهولة تخش الدين، فسبح بحمد ربك، اقعد قول سبحان الله وبحمده،
فسبح بحمد ربك واستغفره. الله، هو ارتكب حاجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بس ده شعار الصالحين، اليافطة بتاعتك، العلامة اللي انت بترفعها، انك بترفع الاستغفار لله رب العالمين في كل وقت، بتقول له يا رب اغفر لي. ده اذا كان ده حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول والنبي اللي ربنا بيحبه واختاره عشان يخرج به الناس من الظلمات الى النور. فكيف بنا نحن، احنا الغلابة المساكين العصاة اللي بيغلطوا وبيعتذروا لربنا، يرجعوا ويقولوا لربنا اغفر لنا يا رب وارحمنا يا رب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد ما توضأ، بعد ما توضى وخلص، بقول ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله، دي كمان مطلوبة في الاستغفار. أيوة، ده شعار، دي اليافطة اللي انت دايما بترفعها في كل وقت. ده شأن من عرف ما ينبغي لله عليه وما يليق بجلال الله عز وجل من حقوق العبودية وشرائط العبودية اللي ربنا اشترطها عليك علشان تقوم بيها وتعملها. عشان كده دايما اطلب من ربنا انه يغفر لك، انه يسترك، انه يمحو الذنب بتاعك. عشان كده هختم الحلقة بتاعتنا النهاردة قبل الدعاء وافكركم بسيدي الاستغفار. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وذهاب همي وحزني يا رب العالمين. دايما تحافظوا على سيد الاستغفار، دايما دايما الاستغفار يكون معانا. الحلقة بتاعت النهاردة أنا كملت بيها اللي أنا شرحته الأسبوع اللي فات، عظم وقدر المغفرة. الحلقة بتاعت يوم بتاعت بكرة اللي هي الخميس إن شاء الله هتبقى دي عن بداية بقى إيه اللي أنا وعملته ربنا يغفر لي، مش في أسباب، ايه الاسباب بقى اللي بتخلي ربنا يغفر لي؟ يعني يا رب يقوينا ويقويكم ويغفر لنا ولكم اي زلل او خطأ. انا نفسي نبدأ كده في شعبان المبارك الجميل، نرجع لربنا عشان نبدأ رمضان واحنا ابيض وقد غفر الله لنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم فرج كرب المكروبين يا مفرج الكروب. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي امتلأت له الأركان وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، يا مفرج الكروب، يا مزيل الهموم، يا ميسر الأمور، يسر أمورنا واستر عيوبنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك،
نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم استجب، اللهم آمين. آمين. آمين.